والدي جاء من عائلتين مختلفتين، نحن نعود للقبائل ونؤمن بأنه لا يمكن الزواج من القبيلة الواحدة لأنهم يعتقدون أن لديهم ذات الدي أن أي. أمي من قبيلة السلحفات ووالدي من قبيلة نهر بيت، أما أجدادي فكانوا من طلاب المدارس الداخلية التي أسسوا أنفسهم فيها. خسرنا كثيرا من لغتنا لأن أجدادنا لا يتحدثون لغتهم الأصلية جيباوي ديلاوير. نحاول التقاط بعض الكلمات من هنا وهناك حتى تبقى، لكننا لم نتمكن من تأسيس اللغة وتمكينها، لذلك اللغة انتهت. عندما نرقص، نرقص للخالق، نرقص للأرض ونشكرهم على ما قدموه لنا. رقصتنا أشبه بالدعاء للناجين ولعائلاتنا ومجتمعنا. من ضمن عاداتنا أن نجتمع مع بعضنا لنرفع الصلوات من أجل الشفاء، وليس من الضروري أن نلتقط الصور أثناء الدعاء. النار بالنسبة لنا السر، نحن نؤمن بأن الخالق منحنا هذه النار لتحمينا، وأن الخالق يحافظ على هذه النار،